الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة 20 من جمادى الأولى لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر الثاني لعام 17 و2000، سأتكلم عن موضوع انتشر انتشارا كبيرا في هذه الأيام وكثرت منه الشكوى، وهو أن أحد الأشخاص عفى الله عنه وهداه إلى صراط المستقيم يدعى شعيب، له برنامج وسماه العلاقات غير شرعية، وأتى بأمور في الحقيقة خالفت شرع الله سبحانه وتعالى، وأخطأ فيها خطأ فادحا شديدا. أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يغفر لنا وله ولوالدينا ووالديكم والمسلمين. فخلاصة كلامه وردوا عليه ردود، لكن أنا أرجو أني أرد عليه بطريقة أخرى غير الردود التي طلعت عليها. خلاصة كلامه يقول أن ليش تمنعون البنات والبنين من تكوين علاقات حب ويتزوجون؟ لماذا البنت تخفي عن أهلها أنها تحب فلانا، والابن يخفي عن والديه أنه يحب فلانا؟ وعمل الإحصائية على كلامه وعمل مقابلات كما بلغني يعني. المهم يقول هذه حقيقة وهذا واقع، فلماذا يعني خلاصة كلامه أن لا يفتح هذا المجال، وكل من البنين والبنات يختار كل منهم من يرغب في الزواج. أولا، عنوان الحلقة التي ذكرها غفر الله له العلاقات غير شرعية. فما المقصود غير شرعية؟ إذا تقصد يا أخي الكريم، أنت ومن معك في الطاقم في برنامجك، إذا تقصدون غير شرعية يعني مخالف لشرع الله عز وجل، فهذه مصيبة عظمى. كيف يقول هذا مسلم؟ الله عز وجل يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله رسول الله حكمه يقول سمعنا وطعنا. المفروض يقول الإنسان سمعت وطعت، ما يعارض الشرع. يقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله رسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يتخير أريد أو لا أريد. قال ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله ليحكم بما يقول سمعنا وطعنا. وقال جل وعلا عن الصحابة أنهم قالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فدين الله كامل. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان المقصود العلاقات الغير شرعية يعني المخالفة للشرع، فهذا ما تحتاج إلى أخذ رد، خلاص هذا الشرع حكم هكذا. الله عز وجل هو الذي خلقنا وقضى علينا بهاي الأحكام الشرعية وشرع لنا، فلا يسع المسلم إلا أن يقول سمعت وأطعت، ما يتخير، ما ينظر ويتأمل أفعل أو لا أفعل، أمتثل أو لا أمتثل. هذا ليس شأن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. فالسؤال لهذا الأخ ولمن معه في الفريق ولكل مسلم، هل أنتم رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله؟ إذا كنتم كذلك فما من في مجال أنك تعقب على الله عز وجل على أحكام الله، أمر غير شرعي تعقب على الله. والله يقول في كتابه والله يحكم لا معقب لحكمه، لا معقب يعني ولا تعقب على حكم الله، ما في مجال تعقب على حكم الله. إذا قال الشيء الفلاني حرام فهو حرام، قال واجب واجب، أمر به يجب الالتزام، قصرنا نستغفر الله نتوب إليه. لكن أن نجعل هذا التقصير وهذا الخطأ وهذه المخالفة أمر واقعي نستسلم له ونغير أحكام الله ونجعل الحرام حلالا، هذا مصيبة عظمى. هذا ينافي امتثال المسلم للإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يعقب على أمر الله عز وجل. فهذا خطأ كبير أن يعرض مثل هذا الموضوع للأخذ والرد، مع الاعتراف من العنوان بأنه أمر غير شرعي يعني أمر غير موافق للشريعة، بل هو مخالف للشريعة. هذه مسألة مهمة جدا يعني افتتحت بها. مسألة أن الفتاة تذهب وتبحث عن زوج لها وحبيب لها وعشيق لها، ولماذا يعني نتمسك بالعادات والتقاليد؟ لا يا أخي، العلاقات المحرمة الغير شرعية ها
هاي ليست من باب العادات والتقاليد. ما أخطأ وضل من ضل المسلمين إلا أنهم جعلوا شرع الله عز وجل بمقام العادات والتقاليد. عادات التقاليد ممكن سنتخلى عنها، ممكن يطورها، ممكن يلغي بعضها يضيف إليها، لكن شرع الله ليس كذلك، ليس قابل الأخذ والرد، بل هو ملزم الإنسان الذي رضي بالإسلام دينا أن يمتثله. ولذلك يقول يعني لمتى العادة التقاليد، أو ليش توافق مثلا ابنك يكون علاقات بين ابنتك لا تكون علاقات؟ فبعضهم يقول هكذا عادات وتقاليدنا. لا لا، هذا دين الله عز وجل، هذه مسألة مهمة جدا. ثم هذه العلاقات التي دعا إليها الأخ معد لذلك البرنامج ومجموعته خطيرة جدا. تأمل قول الله عز وجل، وتأملوا جميعا قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لماذا قال ولا تقربوا؟ لم يقل الله عز وجل لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا، وهذا أبلغ من لو قال لا تقربوا لا تزنوا، لأن لا تقربوا نهي عن ماذا؟ عن كل ما يؤدي إلى الزنا. ليس فقط لا تزنوا، بل لا تقربوا حتى ما يؤدي إلى الزنا. والغرب الكافر أكبر دليل وأكبر واقع على أن هذا الانفتاح الذي انفتح، الفتاة تختار حبيبا لها والشاب يختار حبيبة له، يؤدي لماذا؟ إلى الفواحش، إلى الزنا، إلى الأمراض، إلى قطيعة الأرحام، إلى أولاد الزنا، إلى القتل والمنافسة على العشيقات، إلى قتل الأولياء لبناتهم، الإخوان لأخواتهم. يعني فتح هذا الباب شر عظيم على المسلمين. الحمد لله ما زال فيهم من الخير ما فيهم، وما زال منهم من يمتثل بحمد الله عز وجل، ولا يرضى لابنته ولا لابنه أن يمارس هذه العلاقات المحرمة اللا شرعية كما تقول. تأتي وتقول لا افتح الباب، يعني انظر إلى من فتح الباب ماذا حصل معه؟ زاد الزنا، زادت الأمراض، زاد العقوق، تقطعت الأرحام. فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا فساد تدعو له. يعني أنت خاف على نفسك من الإثم أن تحمل أوزارا وأوزارا مع أوزارك. لا تفرح بكثرة المتابعين وأن عندك متابعون مليون ومليونان وأكثر. انظر إلى ماذا ستؤثر بالأمة. كم واحد سيقتنع بكلامك؟ كم فتاة ستخدع بهذا الكلام؟ كم شاب سيخدع بهذا الكلام؟ كم ولي أمر سيقتنع والله افتح المجال لأبنائك لبناتك؟ كم ستحمل من الأوزار؟ قد تأخذ اليوم شهرة ومالا ويزداد المتابعون، لكن متاع الدنيا قليل، والله متاع الدنيا قليل. قد حصل من المال غيرك أكثر مما حصلت ومما ستحصل، وقد بلغ الشهرة غيرك وقبلك أكثر منك بكثير، لكن أين ذهبوا؟ ماتوا. ولقوا الله عز وجل وسيحاسب الله تبارك وتعالى. لا تأخذك الدنيا هكذا لكثرة المتابعين وللدعايات وللشهرة، ثم تنشر أمرا مثل هذا، أمرا شاذا غريبا على إسلامنا وعلى ديننا، وتقول العلاقات غير شرعية. يعني كل هذا حتى يردون عليك، وحتى الناس تتحدث، ورايكم بحلقة البارح والناس تعلق في تويتر والمتابعين بلغوا وزادوا، وبعدين إلى ماذا تريد أن تصل؟ فكر بآخرتك، فكر بالحساب. الله المستعان. فهذا أمر خطير جدا، لأن فيه من الشر ما فيه. ثم يطرح سؤالا: لماذا لو أن ابنك حب فتاة يعني تقبل بهذا، بينما إذا حبت ابنتك شابا لا تقبل؟ لماذا ترضى على ابنتك على بنات الناس، ابنك يحب من بنات الناس، وابنتك تمنعها من أن تحب من الشباب ما شاءت؟ أولا، من قال أنه يجوز أن يسمح للابن أن يحب ما شاء من بنات الناس؟ كان الواجب أن يكون قياسك عكسي. كيف عكسي؟ أنا أقول لك، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا.
رجل من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ومقامه يطلب منه مثل هذا الطلب، قام عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتركوا، قال اقرب مني، اقترب، ناظره ناقشه أقنعه بهذا الأسلوب، قال يا هذا أترضاه لأمك؟ تريد تزني ترضى أحد يزني بأمك؟ قال لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي وأمي نفديك بأبي وأمي ما أرضى. قال والناس لا يرضون لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أرضى. قال والناس لا يرضون لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أرضى. قال والناس لا يرضون لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أرضى. قال والناس لا يرضون لعماتهم. أترضاه لخالد؟ قال لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أرضى. قال والناس لا يرضون خالتي. فأقنعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حتى كره الزنا ودعا له. ما أن يقال كما أنك تقبل أن ابنك يتزوج فتاة ويكون مع علاقة حب فالمفروض تقبل لابنتك، أصلا هذا مبدأ باطل. من قال لك أنه يجوز للابن ويحرم على البنت؟ هذا وهذا كله غير جائز، كله حرام. بل هناك قاعدة شرعية عظيمة مؤصلة، لا يمنح أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويفهم منه ويبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. وحتى الذين سألتهم لماذا تقبل لابنك ولا تقبل لابنتك وارتبك بعضهم ما عرف يجاوب، هذا غلطان. الواجب يقول الجواب الصحيح ما أرضى لا لابنتي ولا لابني. وأما أن بعض الناس يجده في حق المرأة في حق البنت أشنع من حقه الابن وحق الرجل، نعم هذا أقبح من هذا، ولكن كله حرام. وذاك الله عز يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال أهل العلم لماذا قدم ذكر الزانية على الزاني؟ قال لأن الزنا في حق المرأة أقبح وأشنع منه في حق الرجل. لا يعني أن هذا الرجل الابن معلش خليه يذهب ويشبع من الزنا، ما رجل ما يعيب شيء، لا يعيب شيء ويدخل جهنم بسبب الفاحشة هذه. فلا نرضاه لأبنائنا ولا لبناتنا ولا لأنفسنا ولا لأزواجنا، هذا حرام. والله يقول ولا تقربوا الزنا لا رجال ولا نساء. إن قال قائل لأخي هذا زنا مش علاقات غير شرعية، أنت تقول غير شرعية، ما منع غير شرعية؟ لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع. يعني كيف هذا خطوة؟ وإذاك رب العالمين ماذا يقول؟ قل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قال ولا تتبعوا الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. علاقات غير شرعية، علاقات حب بين الشباب تقول ما في زنا، هذه خطوة للزنا. حتى الشاعر يقول نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، هذه الخطوة الأولى إذا فتحناها فتحنا إلى الزنا. وهذه حقيقة، متقول حقائق، هذه الحقائق في بلاد الشرق والغرب لما فتحوا علاقات واختلاط وسفر من غير محرم ومصافحة للنساء واختلاط في الوظائف وفي الدراسة حدثت حوادث كثيرة ما نستطيع أن ننكرها ونجحدها وهي واقع. ازدادت الفواحش، زادت جرائم القتل، ازداد أولاد الزنا الغير شرعيين، كله بسبب هذا الاختلاط وهذا الحب. ثم يعني رسالة إلى الفتاة، هذه الفتاة التي تبذل نفسها للشاب، أنا أقول كيف يخفى عليها أن هذا الشاب يلعب على عدة فتيات؟ ما هو لهذه الواحدة فقط، بل أن كثيرا منهم بعد أن يعبث إذا أراد أن يتوجه للزواج لا يتزوج من إيش؟ من البنات اللاتي يتعرف عليهن، وإنما يذهب إلى الأصل وهو أن يتزوج بما تسمونه الزواج التقليدي، فيأمر أو يقول لأهلي لوالدتي ابحثي عن فتاة مستورة متدينة محترمة أهلها كذا وأخواتها كذا. يعني هذا العبث الذي يقوله هذا كله عبث في أعراض الناس. لذلك تجد الشاب قد يكون له أكثر من علاقة، وكذا الفتيات قد يكون لها أكثر أيضا أكثر من صديق وعشيق. إذا ما هو كما يصورونه أنه علاقة شريفة وعفيفة وتفضي إلى الزواج، كلا. أيضا أشار إلى موضوع خطير جدا،
أن هذه الفتاة قد تختار الذي تراه، وهذا الاختيار لا يجوز لها أن تختاره كما يصوره هذا المذيع أو هذا الإعلامي. ولذلك رب العالمين وجه الخطاب إلى أولياء الأمور، وتأمل وتدبر، تعلم، العلم نور. الله يقول ولا تنكح المشركات، شوف الخطاب للرجال، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لماذا قال ولا تنكحوا المشركين؟ الخطاب لمن؟ ها، ما قال للنساء ولا تنكحن المشركين، الخطاب للأولياء، لأولياء البنات، لأولياء النساء. هو الذي يتعاقد مع الرجل، حس المرأة تذهب وتزوج نفسها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال أي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، وأشار إشارات خطيرة جدا. يقول يعني لماذا تجعل الفتاة تهرب مع الشاب؟ هذا أسلوب شيطاني، هذه فكرة شيطانية. إذا حاول الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة وأبى أهلها، أو أراد أن يتزوجها وأبى أهله، أبوا أهله رفضوا، لا هذه ما تتزوجها من هذا البيت من العائلة ما تتزوج، فماذا يقول؟ خلينا نهرب. هروب يعني معناه أنهم يخرجون عن آبائهم وعن أمهاتهم وعن أهلهم إلى ما حرم الله عز وجل. ويأتي الشيطان، وقد أتى كثيرا من الناس، ويقول لنجعل أهلنا أمام الأمر الواقع. ما هو الأمر الواقع؟ يذهبون ويرتكبون الفاحشة، أو يسافرون في الخارج ويرتكبون ما حرم الله عز وجل، ثم يقولون الآن تزوجنا، وافقوا أحسن شيء. طيب لو وافقوا وهم كارهون، ستحصل قطيعة رحم، وقاطع الرحم لن يدخل الجنة. فلماذا نحن نقنع الناس بهذا الأسلوب وخليهم يأخذوا راحتهم ونقطع الأرحام؟ وقد تخدع هذه الفتاة، ويا ما خدعنا بكلام معسول. وقد يأتي شاب لا يصلح لأن يكون صهرا ولا زوجا لابنتي ولا ابنتك، قد تختار مدمنا للخمر أو المخدرات، أو زانيا أو فاجرا أو سارقا، أو صاحب ملة منحرفة أو ملة كافرة أو مذهب سيء. وتعال والله القلب وما يهوى، هي أحبت هذا. طيب يا أخي هذا على غير ديني، على غير مذهبي، كيف أوافق عليه؟ أما سمعت يا أخ شعيب ومن يسمع لك ومن يتعاون معك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ من أتاكم أنتم أيها الأولياء من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ أما تفتح مجال وخلي السني يتزوج شيعية والشيعة تزوج سني، لا يا أخي، يا أخي هذا أنا ما أرضى دينه، تلزمني أن يتزوج بنتي أنا ما أرضى دينه وهو ما يرضى ديني. وقد حدث أن تصل عليه شخص وقال أنت فلان؟ قلت نعم. قال أنا أريد أتزوج فتاة أحبها، وأهلها يقول أنهم اتصلوا عليك، فقلت لا تزوجوا. قلت متى؟ قال هذا اليومين. قلت ما فهم، قلت ما اتصل في أحد بهذا الموضوع. إيش موضوعه؟ هو شيعي يريد أن يتزوج سنية. قالوا له لا نزوجك، وقد سألنا سالم الطويل يعنوني أنا، وقلت لا تزوجوا. قلت أنا هذا متى حصل؟ قال اليومين. قلت ما حصل حد اتصل فيني، لكن لو اتصلوا علي لقلت لهم لا تزوجوا. قال له لماذا يا أخي؟ أنا أحبها منذ 9 سنوات. قلت بسألك سؤال، أنت ترضى ديننا؟ ترضى ديننا؟ قال نعم. قلت صير سني. قال لا، يعني ما ترضى ديننا، يعني ديننا مو عاجبك، ليش نزوجك واحد من بناتنا؟ يا أخي أنا بعد ما أرضى والله لو تقطع راسي، ما صرت شيعي وأنت جاي ما ترضى أن تكون سنيا، فلماذا أزوجك؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة، قال من أتاكم ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. أما يأتي واحد على مذهب على ملة، قد يكون مدمنا، قد يكون فاجرا، قد يكون كافرا، قد يكون تارك للصلاة، أزوجه لأن ابنتي تحبه، ويلا يا بنات أفتح المجال وأقنعهم بهذا، وتدعوهم إلى أن يتمردن على آبائهن وأمهاتهن، أي دعوة أكبر من هذه الدعوة إلى الفاحشة، إلى المنكر، إلى قطيعة الأرحام، إلى العقوق؟ خاف الله، اتق الله. أنا ما أخاطبك كما خاطبك غيري،
سبك وشد على كل أقول اتق الله. لا تأخذك العزة بالإثم، لا تغرك الشهرة، لا تغرك كثرة المتابعين، لا تغرك الدنيا والدعايات والأموال. ستقف بين يدي الله عز وجل. يمكن يقتنع بعض الناس بهذا الأمر فتلحقك ويلات دعوات، غدا يتحسب عليك الناس، الأم الأب حسبي الله على الذي أقنع ابنتنا بهذا الكلام أو أقنع ابننا بهذا الكلام. تقطع الأرحام وتعوق الوالدين وتنشر الفواحش، هذا خطير جدا. فعلى هذا المسلم يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى من هذه الدعوات الخطيرة، وأن لا يعني يحاد الله ورسوله بهذا. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. لا تأتي هكذا بكل صراحة تخالف شرع الله عز وجل وتتحدث. ما رأيكم بالعلاقات الغير شرعية؟ أنت تقول غير شرعية، تقول ما رأيكم فيها وتقنع الناس بها. في فتيات ترى 14 سنة 13 سنة قد بلغت، بدأ عندها إيش موضوع الزواج وموضوع ميل، يعني الأطفال في طفولتهم في رياض الأطفال ما عنده فرق بين يلعب بين الصبي مع الجارية، البنت مع الابن، ما في مانع. ثم إذا كبروا لا، بدأ ما يعجبه أن يجلس الصبي مع البنات، والبنات ما يعجبهن أن يجلس مع الصبيان. فإذا بلغوا سن البلوغ والحلم بدأ يميل كل طرف إلى الآخر، فبدأ الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر. فأنت في هذه الفترة ممكن ترى في فتاة 13 سنة بدأت ترغب في الرجال، 14 سنة تقعد تقنعهم ببرامجك هذه وتبثها بالمليونين متابع. يعني ما تخاف أن في بعض البنات تخدع؟ صغيرة هذه ما عندها عقل، 13 سنة 14 سنة 15 سنة 16 سنة يأتيها اتصال ويأتيها رسائل وكلام فاضي، ثم تخطف، ممكن تقتل، ممكن تأتي حبلة من الزنا، ممكن يأتي الشيطان يكبر الأمر حتى نخفي هذه الجريمة يقتلها. هذا كله وارد. إيش هذه الدعوة؟ كل هذا عشان الشهرة، عشان المال، عشان يتكلمون شفتوا برنامج أمس، عشان المتابعين. وبعدين متاع الدنيا قليل. اتق الله عز وجل، اتق الله في نفسك، واترك هذه المواضيع. قل خيرنا أو اصمت، لا تحاد الله ورسوله. أنت لست بهذا القدر لتحاد الله عز وجل. يمهلك الله لكن لا يهملك، فأنت محاسب يوم القيامة عن كل دعوة دعوت الناس إليها. فاتقوا الله، هذا ما أنصح به نفسي وإياكم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.